اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. خلينا نروح لزميلنا شريف شعبان لنعرف تشكيل مباراه النادي الاهلي ونادي بيراميدز، التشكيل الرسمي لهذه المباراه. تفضل الشريف. مقدر كابتن اسلام ولضيوفك ولكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. طبعا لازم الاول ابارك لمنتخبنا، منتخب مصر لكره اليد، تاهله الى نهائي كاس العالم، انجاز بيضاف جديد او انجاز جديد بيضاف لكره اليد المصريه. ورب يكون النهارده وش منتخبنا كويس، ويبقى النهارده النادي الاهلي برده يكون وشه حلو النهارده باذن الله، ويفوز النهارده على فريق بيراميدز. اقول لك تشكيل النهارده سريعا، يمكن في حراسه رامي ربيعه رقم 5، رمضان صبحي رقم 7، حمدي فتحي رقم 8، وليد أزارو رقم 9، صالح جمعة رقم 10، أيمن أشرف رقم 12، حسين الشحات رقم 14، محمد الشناوي رقم 16، عمرو السلية رقم 17، علي معلول رقم 21، محمد هاني رقم 30. زي ما توقعنا كابتن التشكيل الاحتياطي، ياسر إبراهيم رقم 6، علي لطفي رقم 13، أحمد الشيخ رقم 22، أحمد فتحي رقم 24، جونيور أجاييه رقم 28، وقفشة رقم 19. ده تشكيل النادي الأهلي. كده خرج مصطفى شوبير، خرج صلاح محسن، خرج جيلاردو من قائمة الواحد وعشرين. خليني أقول لك تشكيل فريق بيراميدز. في حراسة المرمى أحمد الشناوي رقم 16، أحمد أيمن منصور رقم 2، علي جبر رقم 5، محمد فتحي رقم 6، إيريك تراوري رقم 7، رجب بكار رقم 13، نبيل دونجا رقم 14، عبد الله السعيد رقم 19، محمد حمدي رقم 21، عبده لوما رقم 22، أحمد علي رقم 23. احتياطي فريق بيراميدز دودي الجباس رقم 26، أحمد توفيق رقم 12، إبراهيم حسن رقم 10، إسلام عيسى رقم 8، عمر جابر رقم 4، عبد الله بكري رقم 3، مهدي سليمان رقم 1. خلينا أقول لك كابتن إسلام، اللي كان كابتن طبعا مدير الكرة كابتن عبد الحفيظ ومدرب الحراس كابتن طارق سليمان كان حريص ينزل، أو كانوا حريصين ينزلوا أرض الملعب يشوفوا أرضية الملعب. خليني أقول لك كمان إن أنا سألت طبعا رئيس لجنة الحكام كابتن سمير عثمان وطاقم التحكيم وقادة الدولي الحكم جهاد جريشة على قانون التحكيم الجديد هيطبق ولا لأ، قال لي لأ مش هيطبق طوال بطولة كأس مصر بإذن الله. بإذن الله النهارده يكون يوم أهلاوي خالص. مبروك مليون طبعا مليون مبروك لمنتخب مصر، وبإذن الله النهارده يكون الفوز من حليف النادي الأهلي. كابتن إسلام عندك استفسار؟ شكرا جزيلا يا شريف، أنا بشكرك جدا على التشكيل. خليني أقول لحضراتكم التشكيل الرسمي للنادي الأهلي في هذه المباراة مرة أخرى. محمد الشناوي في حراسة